مرحبا أستاذي الفاضل، شكرا جزيلا على الاستضافة، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة ميدي أن تي في وخصوصا سؤال الساعة. إذن أستاذة عائشة دويهي، مجموعة النواب البرلمانيين الأوروبيين أوضحت إذن في المساءلة التي قدمتها لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن البوليساريو لا تتوانى في تجنيد أطفال يتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما وإظهارهم في عروض عسكرية، مشيرين إلى المقالات المعززة بالصور ومقاطع الفيديو والتي تظهر أطفالا يرتدون الزي العسكري يشاركون في استعراض عسكري على التراب الجزائري، مؤكدين أن هذه الصور ومقاطع الفيديو تشهد على الحجم المتزايد والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف بالجزائر. شكرا جزيلا على هذا السؤال. داخل الاتحاد الأوروبي كان جد متوقع بالنسبة لنا، خصوصا أن جبهة البوليساريو أصبحت غير محرجة في التحرك وإظهار الأطفال يقومون بتدريبات عسكرية، حتى في يعني الاحتفال الأخير والاستعراض العسكري الأخير الذي قاموا به كان هناك حضور كبير جدا للأطفال في هذا الإطار. وأيضا لا ننسى كيف صدمنا واستنكرنا الأمر يعني مباشرة بعد تنصل جبهة البوليساريو من اتفاقية وقف إطلاق النار، وأيضا تجيشها لعدد من الأطفال واستعمالهم كدروع بشرية وفي عملية الاستفزاز، ويعني أيضا فيما يسمى بعملية المعبر الحدودي القرقرات. أكيد أن تحرك الاتحاد الأوروبي كان منطقي وجاء جد متوقع في هذا الإطار، لأن ما يقع داخل مخيمات تندوف أكيد هو استغلال سياسي وعسكري لأطفال مخيمات تندوف بالدرجة الأولى، وهذا التحرك يعني الذي لا يترك أي غطاء فوقها هو تحرك كان يجب التجاوب معه سريعا لوضع حد لهذه الظاهرة. وأكيد أن تجنيد الأطفال عرف منذ ارتبط منذ نشأة قيام جبهة البوليساريو أكيد، وكلنا نعرف ذلك التاريخ الأسود الذي من خلاله جبهة البوليساريو أولا قامت بتعليق الدراسة بالنسبة لعدد كبير أو فئة كبيرة من الأطفال من أجل إلحاقهم يعني إكراههم على العمل العسكري، وأيضا ترديد أناشيد الحرب وإلحاقهم بالأكل العسكرية، وأيضا لا ننسى وصمة العار الكبيرة جدا والتي شكلت يعني ما يسمى ب تشتت أسري هوياتي غير مسبوق داخل المنطقة بإرسال جبهة البوليساريو آلاف أطفال المخيمات إلى دول ما يسمى سابقا بالمعسكر الاشتراكي. هؤلاء الأطفال للأسف خضعوا إلى جانب دراستهم إلى تدارب عسكرية، إلى إلزامية الاشتغال وما يسمى بالعمل القصري، وأيضا إلى الخدمة العسكرية. هذا الأمر يعني هو مرتبط بالجزائر، جريمة ترتكبها منذ نشأتها واستمرت معها خلال تطورها واستمراريتها حتى الآن. ما ميز الفترة الأخيرة واستدعى تحرك المنتظم الدولي في بداية من خلال الاتحاد الأوروبي هو أن هذا يعني التجييش غير المسبوق للأطفال، وما نلاحظه الآن من تدارب عسكرية وإشراك الأطفال وتعدد يعني الفيديوهات والأشرطة المرئية حول هذا الحدث كان أمر يجب أن يتحرك له الكل وأن ينضبط له الكل من أجل الحد هذا الأمر الذي ترفع عنه حتى أعرق الأعراف القديمة التي حرمت واستنكرت إشراك الأطفال في أعمال يعني الحربية والعسكرية. نرى الآن جبهة البوليساريو تصر على استعمال ذلك، هي لديها حجة على أساس أن هؤلاء الأطفال تربوا في بيئة كانت بيئة منحت لهم مناخا لكي يكونوا كذلك. هذا الأمر غير مقبول بتاتا. جبهة البوليساريو هي مدانة بالدرجة الأولى عما يقع داخل المخيمات وبإشراك الأطفال، رغم أن جميع المنتظم الدولي القوانين والأعراف هي تحض على عدم إشراك الأطفال في أي عمل سواء بشكل تطوعي أو بشكل إلزامي. أستاذة عائشة دويهي، أنت تعلمين ذلك جيدا، هؤلاء الأطفال انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو طبعا ما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
أكيد أستاذي الفاضل، ما يقع داخل مخيمات تندوف من استغلال الأطفال، وخصوصا ما نراه الآن استغلال آخر حول تجيشهم في يعني الأسلاك العسكرية والحربية، هذا أمر مدان بالدرجة الأولى، هو غير أخلاقي وغير إنساني، بالإضافة إلى كونه غير قانوني أيضا. نريد أن نتفحص قليلا كيفية يعني تجيش هؤلاء الأطفال وجعلهم دائما مشتلا احتياطيا من حملة أفكار تنظيم البوليساريو. فأكيد أن تنظيم البوليساريو حاول منذ البداية، يعني منذ نشأته، وكما قلت لأن هذه الجريمة هي مواكبة لنشأة البوليساريو وتستمر حتى الآن، حيث أنه استغل البرامج والمدارس أيضا من أجل تلقين الأطفال العقيدة الإيديولوجية للتنظيم، أيضا أنه قام بشحن بالأفكار الداعية للعنف والكراهية هي ونبذ الآخر والإشادة بالحرب وتمجيد البطولات العسكرية أيضا، وهو ما يتنافى أكيد مع مقتضيات حقوق الطفل التي تنص على تعليم الطفل وعلى تربيته تربية متوازنة ونمو متوازن، وتربيته على قيم التسامح أيضا ونبذ كل مظاهر العنف. أكيد أن هذا الأمر مستنكر جدا، كانت الأعراف قديما قد نبذت واستنكرت ومنعت استغلال الأطفال، القانون الدولي واضح في هذا الإطار أيضا، كما أن مبادئ باريس هي واضحة وأنها تعرف بشكل دقيق جدا ما هو تجنيد الأطفال أو ما هو الطفل الجندي. فلا نتحدث فقط عن إلحاق أطفال مخيمات تندوف بالأسلاك العسكرية، ولكن ما يوازيه أيضا من أعمال سخرة، يعني من جعل محاربين أو طهاة أو حمالين أو جواسيس، كل هذه الأمور تقع داخل مخيمات تندوف، يستغل الأطفال أبشع استغلال، والأذكى من ذلك أن العائلات لا يمكنها أن تتحدث أن تعبر عن رأيها، وكثيرا ما تحدث بعض الأمهات عن صدمة بعض اليافعين ممن التحقوا داخل مخيمات تندوف بالأسلاك العسكرية أو أجبروا على تعليق دراستهم والالتحاق بالأعمال العسكرية من منسوب العنف الكبير جدا والتضييق والخناق داخل يعني مجتمع مفروض أنه يكون مجتمع للبالغين لا للأطفال الذين يجب أن يكون داخل مقاعد الدراسة. فالقانون الإنساني العرفي واضح في هذا الإطار، القانون الإنساني الدولي أيضا واضح وهو يحرم أيضا هذا الأمر، بالإضافة للقانون الدولي الإنساني لا يمكن أن ننسى أيضا الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف ل 1977، أيضا البروتوكول أو اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى فقرة يعني البروتوكول الاختيار لحقوق الطفل يعني لسنة 2000 الذي يحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. أيضا لا ننسى بأن هذه الظاهرة قد صنفت من خلال روما الأساسي على أساس أنها ظاهرة جريمة حرب، لا يمكن أن تكون أقل من ذلك، لذلك ما يقوم به تنظيم البوليساريو في حق الطفولة هي جريمة حرب، يجب أن يسأل عليها، أن يتابع الجنات وأن يقاضوا وأن يتلقوا العقوبة المواكبة لذلك. أكيد أن ما يقع هناك هو أمر لا إنساني لا أخلاقي، وأعيد وأكرر إلى أنه غير قانوني ويجب أن يتوقف الآن، ويجب أن يتحمل المنتظم الدولي مسؤوليته إزاء ذلك بالضغط على جبهة البوليساريو وكذلك على البلد المضيف أكيد دولة الجزائر التي تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة فيما يقع على ترابها، لأن ما يقع الآن هو على نطاق ترابها، والمسؤولية القضائية واضحة في هذا الإطار والقانون.